ربع ساعة ده ايه الناس تفهم. الانفرتر ده فايده ايه يا باشمهندس؟ تحويل هيحول شكل الكهرباء من مين لمين؟ من اي سي لدي سي. من اي سي لدي سي؟ ولا العكس؟ دي سي. ده هو اللي بيدخل له دي سي وبيحول الاي سي عشان يبقى الحمل اي سي، فانا عايز اطلع له كهرباء اي سي. تمام؟ طيب تعال نبص كده اهو، ده الشكل بتاعه الشكل العام. احنا في الكليه واخدين على الوضع ده، شايف ده رمز الدي سي صح؟ بيدخل له في الانبوت دي سي بيطلع منه اي سي. جوه بقى مش هحكيه النهارده، هحكيه بكره في بدايه الفريش بقى، ان انا بعمل ازاي عمليه التحويل في الانفرتر، الموضوع صعب شويه. بس المفروض ده بيعمل ايه؟ المفروض ده بيعمل ايه؟ بياخد الدي سي اللي هو المفروض طالع مظبوط من البطاريات والتشارجر. تمام؟ احنا هنعرف دلوقتي لازم يبقى فيه مركب بطاريات، يبقى فيه حاجه بيسموها ايه؟ باتري تشارجر، اللي هو شاحن البطاريات او منظم الشحن، عشان ما يطلعليش الدي سي ده مره عالي ومره واطي ومره مش عارف ايه، فلازم يبقى فيه تشارجر. في بعض الانفرتر بيبقى جواه تشارجر، خلي بالك. في بعض الانفرترز انا دلوقتي في حاجات عايز انظم، او الكهرباء اللي داخله لي الدي سي عايزها تبقى مظبوطه. في ناس بتجيب باتري تشارجر بينظم عمليه الشحن للبطاريات والكهرباء اللي جايه من الالواح، وفي ناس بيبقى الانفرتر نفسه تمام في باتري تشارجر هو اللي بينظم العمليه. طيب التشارجر ده زي ما قلنا بيدخل له دي سي وبيطلع منه اي سي. اول حاجه اعرفها لازم في انفرتر سنجل فيز وفي انفرتر 3 فيز من الاخر. طيب وظائف الانفرتر الرئيسيه لسه قايلين الكلمه اللي مكتوبه فوق خالص دي، ان هو بيعمل ايه؟ ام بي بي تي. شغلانه الانفرتر ان هو يحصل على اعلى باور تمام اقدر اولدها من الالواح، اللي هي الماكسيمم باور بوينت تراكنج، دي اهم خاصيه في الانفرتر. تمام؟ يقدر يتعامل مع انكمنج مختلف، يعني ممكن يبقى الدي سي دلوقتي مثلا في الفولتج او في الباور او في الكرنت 5 امبير، بي بعد كده 6، بي 7، بي 8، يقدر يبقى اصلا الانكم بتاعه ليه رينج مش ثابت، يعني مش بتدخله 12 فولت يبقى 12 فولت، هو بيقول لك اقصى جهد يمكن الدخول ليه 12، بس في اللحظه دي ممكن يبقى 11، ممكن يبقى 10، ممكن يبقى 5، لان هو اللي هيعمل التراكنج. معايا الناس؟ طيب معلش يا دكتور، الانفرتر بيكون موجود جوه الجنكشن بوكس؟ لا ده ديفايس لوحده، الجنكشن بوكس دي زي ما قلت لك في نوعين، في حاجه بيسموها الباك بوكس اللي هي اللي موجوده ورا اللوح، دي اللي فيها ايه الدايودز والطرفين اللي انت هتطلع منهم. في نوع تاني اسمه كومباينر او جنكشن بوكس، اللي انت لميت فيه كل اطراف التوازي دول ورحت على بوكس، هو عباره عن مسار فيه باس بار كده وتجمع عليه النقط بوزيتيف وتجمع عليه النقط نيجاتيف. عليكم بعد ده اللي الباس بار ده اللي هو الكومباينر بيبقى بعد الانفرتر. في الاوم جريد انت ما بتستخدمش غير الالواح والانفرتر زي ما قلنا، في الاوم جريد بتستخدم الالواح والانفرتر وخلاص، مفيش بطاريات ولا تشارجر ولا الكلام ده، انت ما عندكش بطاريات، انت بتخزن في شركه الكهرباء. ولما بيجي الليل بتاخد الكهرباء دي من شركه الكهرباء، يعني لو انت الفائض بتاعك او التوليد بتاعك اعلى من المطلوب بالنهار، الزياده بتاعتك بتتخزن عليك، يعني انت بتستخدم شركه الكهرباء كايه؟ كبطاريات كمخزن. ولذلك هو لما هيجي ينصح تمام يبيع لك بسعر ويشتري منك بسعر. يعني لو هو بيبيع لك الكيلو وات في الحاجات اللي هي الحكوميه زينا كده ب 32 هلله. لما يجي يشتري منك استحاله يشتري منك حتى بنص السعر. هو لسه هنا ما حطوش الاسعار. انت لما تيجي تطلع له كهرباء هل هتديها له ب 32؟ ده هو ياخدها منك ويخزنها لك ويعمل لها بروسيس وهو اللي بيبيعها ب 32. هو كان يقول لك اخدها منك ب 6 هلل كفايه كده هي ظبطت.